جماعه؟ معقول سامعين الباب كل ده ومحدش هان عليهم يفتح؟ مدام داليا، انا معايا امر بالقبض عليكي. نعم؟ ليه حضرتك وانا عملت ايه؟ خالد تعالى الحقني. الباشا بيقول ان معاه امر بالقبض عليا، ليه؟ انا عملت ايه؟ ما تسأله. حضرتك متهمه بقتل عبد الحميد الورداني ونبيل وهداني. انا ما قتلتش حد حضرتك. انا ما قتلتش حد. ما ترد عليهم، ما تقول لهم حاجه. قول لهم ان لما جالي حتى نبيل وهداني انا ما قدرتش اعمل معاه حاجه بعد كل اللي عرفته. قول لهم يا خالد. مدام داليا، حضرتك بتكلمي مين؟ هو حضرتك مش شايفه؟ ما تنطق. مدام داليا، ارجوك اتفضلي معانا. مدام داليا، انا اسف. وسج الاستاذ خالد توفى في حادثه عربيه من 3 شهور تقريبا، هو والولاد. ارجوك اتفضلي معانا. انت بتقول ايه؟ احنا اسفين، بس هو ده اللي حصل. خالد؟ خالد؟ فضلك تعالي معانا. انت فاهم غلط، انتوا فاهمين كلكم غلط. ومش حد بيت خالد، لا خالد عايش اهو، والولاد كانوا لسه هنا. لا 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 لا